تخيل عالم ما تعرفش فيه تثق في أي معلومات، الإعلام بيقول حاجة والإنترنت بيقول حاجة تانية خالص، حتى الناس اللي بتثق فيهم وبعشت معاهم حياتك كلها والناس القريبة لقلبك مش بشر زي ما أنت متخيل. الحدث بتبدأ في موسكو في الوقت الحالي مع العميل إيفرت روس، واللي هنقول له روس عشان فاهم الروس تتساوى، ولو مش باخد بالك أبو الصحافة ده الضابط اللي كان طالع في فيلم بلاك بانتر العميل روس، وفاكر المهم يعني. المهم الصحاب روس بيخش شقة عميل اسمه بريسكوت، وبنشوف أخبار متعلقة بتقول رعب في بوجوتا وفي ميونخ من هجمات إرهابية، والعميل روسكت بيقول الدنيا فوضى وهتتقلب مدعكه وكله في السكامنتس، في 5 هجمات ارهابيه السنه اللي فاتت، والارجنتين بتهاجم كولومبيا وكولومبيا بتهاجم الفلبين، وتقريبا العالم كله في حروب مع بعضها وداخلين في بعض مدعكه، لازم تلاقي دوله بتحارب في دوله. ربنا يكرمنا يا رب ونحارب العالم يا رب. المهم بيكمل كلامه بيقول له ما تصدقش الاعلام اللي بيقول لك ان ده عادي او دي حروب عاديه، في اشخاص بتخطط للحروب والتوتر عليه من ورا الستاره كده بالصحاب من تحت لتحت، وان هم عايزين العالم يفضل في حرب دايما، ولكن الاشخاص دول مش بشر زي ما انت متخيل، مالهم سكرولز، والسكرولز دول لو انت مش واخد بالك فهم اللي احنا شفناهم في فيلم كابتن مارفل واللي بيقدروا يغيروا شكلهم لاي شكل هم عايزينه. المهم العميد روس بيضحك على خطه المؤامره اللي بريسكوت كان لسه بيقولها دي، ويفكروا تعبط او شرب له بلسين ولا يكون حصل له حاجه، انا مش فاضي غير ان هو يقول لي الارض مسطحه. ولكن عميل بروسكوت بيقول له الموضوع بدأ من 30 سنة لما كارول دانفرز اللي هي كابتن مارفل ونيك فيوري جابوا السكرولز على كوكب الأرض ووعدوهم بكوكب خاص بيهم، ولكن دلوقتي السكرولز مش عايزين أي كوكب، هم عايزين يستولوا على الكوكب بتاعنا أنا. هو أنا سمعت القصة دي فين قبل كده يا ترى؟ ناس كده جبتهم قعدتهم عندك يعني فاهم، تقول لهم اتفضلوا ضيوف بقى فاهم قاعدين عندنا، فجأة لك لا معلش احنا الحاجات دي بتاعتنا، الشقة دي بتاعتنا وإحنا عايزينها يعني. يلا يا رب يتحرقوا بجد. المهم العميل روس بيقول لبروسكيت ان وسيط الاتصال الوحيد ده ما بين البشر والسكولز هي نيك فيوري، ونيك فيوري عايش في محطه فضائيه اسمها سبرا، ولو روس هينزله منها للارض فهو محتاج اكتر من مجرد نظريه مؤامره بيتكلم فيها. فساعتها بروسكيت بيطلع تاب وبيديه لروس وهو متردد وبيقول له ده اقوى دليل موجود وده اللي هيبدا اكبر حرب ممكن تحصل على كوكب الارض كله. ولما العميل روس بيشوف اللي على التاب بيتصدم، وبروسكيت بيقول له انا سبت شغلي في المخابرات عشان ما بقتش اعرف انا اثق في مين ولا مين، ده بعلم عمني. ساعتها بروسكيت بيبدا يستوعب اللي عمله وبيحاول يقتل العميل روس لسبب احنا مش عارفينه بس هنعرفه قدام، بس العميل روس بيطلع مسدسه وبيقتل هو بروسكيت. الحمد لله عشان اسمه صعب اسامه تقريبا بقوله غلط طول الملخص ما علينا. بياخد بعد كده تاب وبيطلع بره الشقه وبيلاحظ شخص بيمشي وراه، فبيتصل بعد كده بالعميله ماريا هي اللي تيجي عشان تساعده، والشخص ده بيبدا ان هو يجي وراه، وبعد شويه جري حلوين بيضرب نار على روس قدام ماريا وبيقتله، وبيطلع بالصحاب ان اصلا ده مش العميل روس ولا حاجه انما ده سكرول عامل نفسه العميل روس. الشخص اللي كان بيجي ورا بالصحاب اسمه العميل تالوس، وده من السكولز بردك بس هو شغال مع شيلد، يعني انت عارف انت هتتسوح معايا حبتين. المهم هو بيقول لماريا السكول اللي كان عامل نفسه روس مش تبعنا بل تبعهم هم، وواضح كده ان في حوار كبير انا مش فاهمه واحنا داخلين عليه دلوقتي. بنشوف بعد كده مركبه فضائيه نازله في غابه ونازل منها عمي وعم عيالي عشان لو عملت كده ممكن يشتمني بامي، فعمنا نيك فيوري بالصحاب نازل من المركبه الفضائيه دي بعد لما الدنيا اتدهورت معاه خالص وبقى شحات تقريبا. بيجي له بعد كده ماريا هيلو بتستقبله بالاحضان. المهم تاخده بعد كده معاها لشقتها عشان يقابل عميل تالوس. تالوس بيقول احنا السكرولز ساعدناك طول السنين دي عشان تفي بوعدك وتلاقي لنا كوكب، ولكن بعد ما نص الكون اختفى بقيت مختلف معانا يا فيوري. ما ينفعش كده يا راجل، بعدها انت اختفيت ومش انت بس يا معلم اللي اختفيت، كارول دانفرز او كابتن مارفل كمان اختفت، وبنتي اتعصبت ان قومها لسه ما بقاش ليهم كوكب فاختفت هي كمان. يلا يكشي تروح في داهيه بقى. ومش كل السكرولز عملوا نفس رد الفعل على اختفائك وانك انت كده هاجرتنا، في سكرولز زي جرافيك وده شخصيه اسمها جرافيك يعني بيحرض الشباب بتوع السكرولز ضد البشر وعايش في روسيا وتحديدا في الاماكن اللي فيها اشعاع عشان السكرولز مش بيتاثروا من الاشعاع وكده يبقوا بعاد عن البشر. طب جرافيك ده بالصحاب ناوي على ايه يعني؟ جرافيك شغال على قنبله نوويه وعايز يخلق حرب بين روسيا وامريكا، وده بالصحاب اللي شافوا السكرول اللي كان عامل نفسه العميل روس من تاب الولد اللي اسمه بريسكوت ده وقتله بسببه، يعني هو عارف ان هو هيعمل الخطه دي فهو شاف على التاف عشان كده قتله. ساعتها نيك فيوري بيقول لهم جايين تقولوا لي دلوقتي الكلام ده؟ انا اطلع اشم هوا يا جدعان واتمشى شويه يا شيخ، العالم ينتهي بعد شويه مش مهم يتاخر شويه اشم هوا الاول. نيك فيوري بيتمشى في شوارع روسيا وكل شويه شخص يقعد باصص له كده كانه عارفه، ما بيني وما بينك يا ابو الصحاب دول السكرولز وهم عارفينه كويس. المهم بيجوا بعد كده اتنين بيخطفوا نيك فيوري من نص الشارع في ميكروباص تقريبا بس ده ميكروباص روسي، وبيلاقي بعد كده نفسه قدام ست اسمها سونيا، والغريب ان هم عارفين بعض واصحاب عادي، امال ليه السسبنس ده يا رجاله؟ المهم نيك فيوري بيلمس تمثال صقر كده وعين الصقر تبدا انها تصور فيديو، سونيا بقى بتشرب مع نيك فيوري شويه منكر كده وبنلاحظ انها عارفه موضوع السكرولز، ونيك فيوري بيطلب منها شراكه وانها تقول له على مكان القنبله النوويه، والفهم الدنيا ده
تمشي وكده، ولكنها بترفض وبتقول له روح اقعد في مركبتك الفضائيه يا عم، ما تقرفش ابونا معاك بقى. نيك فيوري بعد كده بيقول لها طب سلام عليكم يا رجاله، ويوم بقى واخد بعضه وماشي. بنشوف بعكاس كله بالصحاب متنكر على شكل بشري بيروح حدود مكان معين وبتجي له ام التنانين. ام التنانين ملكه السبعه ممالك المجنونه بنت المجانين ديريس تارجيريان، الله اكبر عليك يا ملكه، او في المسلسل ده هي اسمها جويا يعني. المهم بالصحاب جايه بتقول له ارجع لشكلك الحقيقي، ولما بيوريها ان هو سكرولز بتقول له اهلا بيك في مدينه سكرولو. سكرولو يشرب ميته. المهم بالصحابي بترحب بيه وبتديه اكل وشرب وبتدلعه على الاخر. يا نفسي ابقى سكرولي كده عشان تدلعيني يا ام التنانين. هتوحشيني يا طهره، انا هايدك هتبقى على ايدي. معلش عزيزي المشاهد يعني ما علينا. مدينه سكرولو بتبقى عباره عن مدينه جنب مفاعل نووي مهجور ومليانه بالسكرولز، ومؤسسها هو جرافيك، واللي عايز من المدينه ان هو يتطوع للمقاومه بتاعته بيخش عادي جدا. جاي بعد كده بتخش اوضه معينه فيها السكرولز اللي بيبقوا جنود، وبيجيوا بعد كده بشري ياخدوا شكله وبيعلقوه على جهاز يستنزفوا عقله لحد لما يموت ابن نيك فيوري. بعد كده بيستخدم عين تمثال الصقر اللي حط فيه الكاميرا وبيراقب سونيا، وبيعرف منها ان في واحد اسمه بوبريشن احتمال يبقى ليه علاقه بالواد جرافيك ده، وبيتجه بقى اليه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. جايه بيجي لها مهمه انها تاخد فلوس وتديها لشخص معين اسمه بوبريشن، والشخص اللي هناك هيديها شنطتين توديهم لمكان اسمه المنزل الامن في روسيا. بتوصل بعد كده لبوبريشن وبتدي له الفلوس وبتاخد الشنطتين بنجاح، وبعد لما بتخرج بيخش تالوس وفيوري وبيستجوبوه وبيسالوه عن القنبله النوويه. وماريا بتشتبه كده بالصحاف في جايه فبتتعقبها، وعند نيك فيوري وتالوس مش بيلاقوا فايده من بوبريشن فبيقرروا يضربوه عشان يعترف. وعبال ما تالوس وماريا وصلوا لهم لقوا الشنطه فاضيه، وعند نيك فيوري بيشوف بنت صغيره عارف انها سكرول فبيتتبعها وبيشوفها بتتحول لراجل وست وكذا هيئه يعني فاهم كذا وحاجه كده، لحد لما بيوصل للميدان العام وبيشوف جرافيك قدامه ولسه هيضربه بالنار. جرافيك ضرب القنابل وفجر المكان بالكامل وفيه مئات الناس اللي ماتوا. نيك فيوري بيبقى واقف اللي هو ايه يا رجاله كل ده، وعند ماريا هيل بينادي عليها نيك فيوري وفجاه بيطلع مسدس وبيقتلها. معلش يا بنتي انا كنت بسمع على الموز الثانيه، يا جبتك انت ليه طيب؟ طب انا قلت مش هسمع على البنت دي عشان ما تموتش، واضح ان البنت دنس حاطه مرايات ولا حاجه العين ضربت فيها ردت فيك انت قتلتك، انا اسف يا بنتي والله. المهم بالصحاب بنعرف ان ده مش نيك فيوري، ده جرافيك متنكر على هيئته، وماريا بتطلع في الروح وهي مفكره ان نيك فيوري هو اللي قتلها وانها مش فاهم اي حاجه. يا بنت الكلب يا جايا وزة بس غدارة، احب انا المرأة الجاسوسة الجاسوسية اللي في نفسها دي شبه واحدك كده. الله يرحمها كيف من ايام شيلد من المغرب. نتاشا بيت نتاشا وماريا وام لا اله الا الله كلهم ماتوا. مش متدقي لي غيرك يا دانيريس، اي نعم انت شريره بس حبيتك. المهم بالصحاب يعني عشان ما ابداش اصيح في الموضوع ده اكتر من كده، احب اقول لك ان الحلقه الاولى انتهت وادينا مستنيين الاسبوع الجاي عبر ما الحلقه الثانيه تنزل، ولحد الاسبوع الجاي يؤسفني اني اقول لك ان البت ماريا ماتت وان توتا توتا خلصت الحدوته. الحدوته بتبدا بعد الجزء اللي فات، لو ما شفتوش هتلاقيه في الاي اللي فوق يمين بقى بالصحاب شمال حسب لغه اليوتيوب عندك يعني، قول يا رب كريم يحطه. الحدوته بتكمل في سنه 1997 وتحديدا في مدينه لندن، لما نيك فيوري كان لسه مستقبل السكرولز ولسه مقابل جرافيك واللي بيكون ذكي فشخ على اي سكرول في سنه، ولكن للاسف اهله بيكونوا لسه ميتين والواد متعقد حبتين. فساعتها نيك فيوري هو وتالوس بيخطبوا في السكرولز وبيقووا عزيمتهم حبتين بان نيك فيوري هيروح رحله مع كابتن مارفل في البحث عن كوكب للسكرولز، مقابل يعني مقابل ان السكرولز يحمل الارض في غيابه. بنرجع للوقت الحالي اثناء ما جرافيك بيقتل في الناس وبالذات العميله ماريا الله يرحمها يعني. الحكومه بالصحاب بتاخد واحد قاعد عمال يقول انا مواطن امريكي وليا حقوق وبدنجان، متاكد ان هو امريكي يعني ما علينا. تالوس بياخد نيك فيوري من قفاه وبيركبوا قطر لندن عشان جنازه البت ماريا. في القطر نيك فيوري بيسال تالوس عن عدد السكرولز اللي جم الارض بعد لما نيك فيوري توقع على الله ومشى. الصدمه بقى بالصحاب ان في مليون سكرول جم على الارض، طن 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 طن. يعني بالبلدي كده بالصحاب في مليون شخص متنكر ماشي حوالينا. نيك فيوري بيتعصب لان تالوس اتصرف من دماغه وجاب سكرولز كتير فشخ لكوكب الارض على امل ان البشر والسكرولز يعيشوا مع بعض في سلام ووئام وبدنجان، فساعتها بيتعصب عليه وبيطرده بره. تطلع بره القطر بتاعي يا كلب. نيك فيوري بيوصل لندن وبيقابل ام ماريا واللي اسمها اليزابيث. اليزابيث بقى بالصحاب بتكون متعصبه فشخ لان الحكومه مش عايزه تقول لها بنتها ماتت ازاي، فنيك فيوري بيقول لها ان في اشرار عملوا كمين ليا وكانوا عايزين يقتلوني وقتلوها هي بالغلط تقريبا. صدقيني يا ام ماريا حق بنتك مش هيروح حضر. بالربع كان مدينه سكرولو وجايه بتشوف جرافيك بيكلف شخص ما بمهمه في السر، فجايه ساعتها بتشك في الموضوع وبتبدا الناس تتبعه. بص يا جايا
اخويا انا مفيش امل غير فيك انتي، فالله يسيك ما تموتيش يعني، يعني اكيد اكيد هما مش هيموتوا متنانين يعني، مش بالسهوله دي. المهم بالصحاب تبدأ تتبع ليه وتتبعها ده لحد لما بتوصل لغرفه فيها عالمه اسمها دالتون بتتكلم عن حاجه ليها علاقه بالجينات، وفجاه بتفتح بوابه بتشع نور. هنعرف احنا ايه البوابه دي بس قدام حبتين. بيكون في محاكمه ما بين رودز مساعد ايرون مان لو انت فاكره يعني، وبين الحكومه الروسيه، لان الروس مفكرين ان امريكا هي سبب في الهجوم لان نيك فيوري وماريا هيل كانوا في المكان هنا، ولكن رودز بيعرف يسقع لهم وبيتكل على الله وبيمشي. بيتصل بعد كده بنيك فيوري وبيطلب منه ان هم يتقابلوا، فالراجل بيوافق يعني شوف عايزين مننا ابن كده. نيك فيوري بيقابل رودز ورودز بيقعد يشتم فيه بسبب اللي هو عمله ده، كفايه ان كل شركاء امريكا بقت في ناحيه روسيا دلوقتي يعني. فساعتها نيك فيوري بيساله انت بتثق في حراسك الشخصيين يا اسطى؟ اصل معلش يعني حليله مؤاخذه في الكلمه، في كائنات كده لونها اخضر بتاخد اي شكل هي عايزاه، ده شكل امك لو عايزاه هتاخدوه، فصحصح كده معايا عشان دول عايزين يستولوا على كوكب الارض. فساعتها رودي اللي هو رودز ايه بس احنا مندلعه، بيرد عليه وبيقول له يا سلام يا اسطى من عينيا، روح لحالك بقى عشان في عربيه مستنياك بره، وبالمناسبه انت مطرود من منصبك في الحكومه، امشي بره يا كلب. نرجع بعد كده للمواطن الامريكي اللي عنده حقوق بدنجان ده، والروس بقى بيعذبوه عشان يتكلم وهو مش راضي. فبتيجي ساعتها سونيا وتقول لهم انا هعرف اخليه يتكلم ازاي. بعد كده بتخرجهم من الاوضه وحرفيا بتقطع صباعه. بعد كده الصباع ده بيتحول لاخضر، فبتعرف ان ان تطلع سكرول، فبتدي له حقنه المفروض تخلي دمه يغلي لحد درجه 160 عشان يتكلم ويخلص. يا نهار اسود 160 ده دمه حين يعني ممكن يطلع بخور من بقه. المهم بعد لما بيتعذب شويه بيقول لسونيا ان جرافيك بيبني اله هتخلي سكرولز اقوى وعندهم قدرات خارقه اكتر، وده اللي جايا شافت دالتون بتعمله ان 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 المهم قبل ما يكمل كلامه بيجوا السكرولز وبينقذوه، وسونيا ساعتها بتهرب. ولما جرافيك بيعرف اللي قاله السكرول ده لسونيا بيعتبرها خيانه وبياخده في الغابه يعمل معاه الصح وبيقتله. طب جيت تنقذه ليه طيب؟ يعني ليه الفرهده دي كلها طالما انت كده كده هتقتله؟ المهم جايا بعد كده بسبب الموقف ده والاله اللي شافتها بتبدا تشكك في ولائها لجرافيك. شكك في ولائك لجرافيك؟ تعالى خلي ولائك ليا انا يا عم. نيك فيوري بيروح لبيت قديم فيه سكرولاية كده بتقطع خياره، واول لما بيخش عليها بتتشكل على شكل مراته بيقعدوا يحبوا في بعضيهم. طب هو عارف انها سكرولا اصلا ولا لا؟ طب لو لا تخيل مراتك تبقى كائن فضائي. جرافيك بياخد زملائه السكرولز اللي عندهم مناصب في العالم واللي اسمهم مجلس السكرولز، وجرافيك اساسا هو يبقى رئيسهم. المهم بياخدهم بالصحاب ويوريهم الاله اللي جوايا شافتها، ويقول لهم ان هو ارسل ثلاث عملاء ينفذوا عمليه ارهابيه في القاعده البحريه الامريكيه الفسدوقيه، والبشر هينزلوا حرب مع بعض وهيستنفذوا قوى بعض، بس اكيد يعني ابطال الخارقين هيعملوا رد فعل على كل الكلام ده. فجرافيك عمل الاله دي عشان يغير في جينات السكرولز ويبقوا خارقين ويعرفوا يحاربوا الابطال الخارقين، ما يبقوا خارقين فيعرفوا يحاربوا ابطال الخارقين عشان هم الاثنين خارقين زي بعض. هم طبعا فاكرين ان هم يقدروا يعملوا كده بقى فاهم، ويستولوا على كوكب الارض براحتهم، ما يعرفوش ان احنا عندنا البطل الخارق المصري الجامد زحليق يعني. عمنا تاج، عمنا اوعى تاكل منه بطاطس احسن يتف في وشك يحرقك. في مدينه نيويورك سنه 1998 نيك فيوري بيخش مطعم وبيقابل مراته سيلا، وبتدي له ساعتها ملف معين وبنعرف ان نيك فيوري عارف انها سكرول. نرجع تاني بقى للوقت الحالي وهو مفكر نفسه الشيف الشربيني تقريبا، وقاعد عمال يعمل فطار ليه ولمراته. سيلا بقى بتلمه على غيابه وان هو راح للفضاء وما رجعش لسنين طويله، فنيك فيوري بيقول لها ان هو خلاص تقاعد يعني، وعايز يعرف بقى في خلال غياب وسيلا كان ليها تواصل مع جرافيك ولا لا. سيلا بترد عليه انه لما اختفى في طلائع صوابع ثانوس اعتبرت نفسها ارمله وافتكرت انه مات، ولكن هو رجع من تاني، بس المره دي نيك فيوري اختار يعيش في الفضاء ويسيبها. اخص عليك يا بدي ويس يا اخي. فسيلا ساعتها تقول له مالكش دعوه بقى بكتف امك، ماشي بقت ايه وتواصلت مع مين وركب القرنين وانت ساكت. تاني يوم جرافيك بياخد جوايا معاه المشوار، وفي العربيه بيقول في التليفون مكان العمليه الجايه وقتها، وبينزل بيخش متحف معين وجوايا في العربيه بتطلع تليفونها في الخباسه وبتكتب لتالوس مكان العمليه وقتها. المهم في المتحف جرافيك بيقابل تالوس، وتالوس بيطلب منه ان هو يبطل وقتل في الناس، بس جرافيك بيتعصب على تالوس بيقول له انت المفروض تكون شاكر ان لسه ما قتلتش جوايا لحد دلوقتي، لو حد ابوك ما تقتلها حد ابوك بلاش والنبي انا اسف ما تقتلهاش، ده مش تالوس ده انا حدوته بقول لك ما تقتلهاش والنبي ما فاضلكيش غيرها ما فاضلكيش غيرها اعمل ايه تاني طيب؟ النبي ما تقتلها نكمل ما تقتلهاش. المهم تالوس طبعا ابو الصحاب بيسمع الكلام ده فبيمسك في جرافيك، ولكن كل حواليهم بيقوموا بيتحولوا لشكل جرافيك. ان 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 طبعا كده ابو الصحاب تالوس زي الكلب بيهدى وبيقعد يكلم جرافيك بالهداوه وبشويش، ولما بيلاقي مفيش فايده بيقوموا بيسيبه وبيروح ياكل في البار بقى. بيخش بعد كده على نيك فيوري وبيطلب منه المساعده، يعني في معلومات جات له عن سكرول عنده منصب كبير في امريكا ودلوقتي هو في لندن، فدي فرصه ان احنا نقفشه من لباس امه. بيتجهوا بعد كده للمكان اللي جايه بعتته لتالوس ونيك فيوري، وبيعرف من سونيا اسم القبطان اللي في المكان ده وشكله واللي بيبقى اساسا سكرول واللي عايزين هم يقفشوا من لباسه. نيك فيوري وتالوس بيوصلوا لشقه القبطان، ونيك بيستنى تالوس بره الفيلا عبال ما تالوس بقى فاهم ياخد شكل القبطان ويخش الشقه، ولكن بيبقى في حارس بيكشف تالوس، فنيك فيوري بينضم له وبينزل قتل في الحراس هو كمان. يلا كمل الدعاء بالصحاب. المهم كل الحراس بيبقوا سكرولز، ونيك فيوري بيتكلم
تالوس بيقول له انت وصلت ولا لا؟ فتالوس بيقول له ايوه يا عم نيك، ايوه يا عم وصلت، قاعد اضرب القبطان اهو. ولكن نيك فيوري بيعرف ان القبطان قفش تالوس عشان مفيش حد بيقول له نيك، كله بيقول له فيوري، فانت ازاي اصلا تقول لي نيك يعني؟ فساعتها بياخد ابن القبطان كرهينه وبيخش الاوضه بتاعت القبطان وبيهدده، هقتل ابنك لو ما سبتش تالوس. فطبعا القبطان بيسيب تالوس وبيستسلم. ابني برضه نيك فيوري بعد كده بيشوف على الشاشه ان في هجوم نووي بغواصه اسمها نبتون، وان الهجوم ده هيتم على روسيا باسم امريكا، والوحيد اللي يقدر يوقف الهجوم ده هو القبطان ببصورد معين. فساعتها نيك بيبدا يعذب فيه عشان يلغي الهجوم ده، بس ابن الحمار المتهور تالوس بياخد مسدس من نيك وبيضرب القبطان بالنار وبيقتله. يا ابن الغبي انا متخلف. مهم بيتصل بعد كده بجايا تعرف له الباسورد بتاع الغاء الهجوم. فجايا بتروح للجسم البشري بتاع القبطان وبيكون محطوط على جهاز بتشوف منه ذكرياته، بتعرف الباسورد وبتقوله لتالوس. فبيتصل ساعتها تالوس بالقاعده بصوت القبطان وبيلغي الهجوم، والحمد لله كله زي الفل. بس جايا بتكون اتكشفت واتعرفت انها خائنه، لان ما كانش فيه غيرها في العربيه الا هي والجرافيك، ولما قال على مكان العمليه وتوقيتها فطبيعي هي اللي صباح الفل يعني. فبتاخد بعضها على الموتوسيكل وهي تكفكيك. ولكن على مين ياما؟ على مين؟ جرافيك ابن الوحشه ماشي بيقطع طريقها وبيضرب عليها نار وبتموت. وانا كل ما سنبع لو حتى تموت كنت عارف ان نهايتك هتبع على ايدي يا ام التنانين. كانت نهايتك على ايدي ونهاية نتاشا كمان على ايدي. وانا يا مش عارف اعمل حاجة، كله بيموت مني كده ليه؟ طيب بس سنبع عنك فيوري دلوقتي ولا ليل ايه؟ طيب فضل لي مين؟ مش فضل لي حد. مش فضل لي حد، اعمل ايه؟ طيب مش فضل ايه مين دلوقتي؟ تعالى جاي نفكر معايا زي مشاهد مين ممكن ازنب عليه. كله مات والحمد لله كله مات. ما نشوف لنا حد تاني نموته بقى ولا ايه؟ هو انا مش هطلع ابن هيدس في الاخر ولا الحكايه؟ انا كل ما اسب على واحده ولا دي لعنه عليا مش عارف في ايه. يلا حسبي الله ونعم الوكيل يا عم. في اخر مشهد بنشوف سيلا بتاخد مفتاح من مكان مستخبي وبتروح تفتح خزنه في البنك فيها شنطه، وفي الشنطه بيكون في مسدس، وبيتصل بيها شخص يقول لها في الكنيسه بعد ساعه، وبعد كده بيقفل وشها عادي جدا. طب من هذا الشخص وهتعمل ايه في الكنيسه بعد ساعه؟ اكيد مش هتروح تعترف لابونا يعني. مش طب الله انا هتعمل ايه يعني؟ ولكن لحد هنا مصحاب، ولحد اشعار اخر او يوم الاربعاء الجاي يعني، او الخميس عشان هتنزل في الاربعاء عشان الخميس. المهم احب اقول لك انا توتا خلصت الحدوته. خلص الحدوته ونتاشا خلصت وهاجايا خلصت ومين تاني وكارا خلصت ويا النيله السود عليا. المهم يا عم الحاج الحدوته بتكمل بفلاش باك مع جايا لما قالت كلمه السر لتالوس، وراحت الاله اللي الجرافيك كان صانعها عشان الاله دي فاهم كانت بتغير في السكوز تخلي جيناتهم فاهم اقوى وكده عندهم قوه خارقه. المهم جايا بتخش الاله دي وبتكتسب قوه خارقه. ايه ده يعني مش هتموت؟ الله الله استنى الله اخيرا واحده رجعت تاني. الله طب انا خايف اسم عليها تموت تاني ولا ايه؟ لا الله لا يسيك خليكي زي ما انت كده، الله لا يسيك خليكي زي ما انت. ليه نتاشا ما رجعتش يا كمان ليه؟ يلا المهم يا عم الحاج احنا بنرجع الوقت الحالي وجايه مضروبه على الارض بالنار بقى وميته على الارض خالص، بس الحمد لله الحمد لله بقيه الرصاصه بيلتئم من جديد وبترجع لحياه من تاني. بنشوف سيلا قاعده في الكنيسه وبيجي لها رودي وبيقعد جنبها وبيقول لها ان هو رفض نيك فيوري بطلب من جرافيك. مالكيش دعوه جرافيك عايز ايه ولا مش عايز ايه، المطلوب منك دلوقتي انك تقتل نيك فيوري. ايه يا عم رودي مالك في ايه يا عم؟ احسن تطلع سكرول انت كمان في ايه يا اسطى؟ المهم ابو الصحاب نيك فيوري بيبقى بيتجسس عليهم وسامع كل حاجه حاصله. لما سيلا بقى ترجع البيت نيك فيوري بيواجهها بكل حاجه وبيطلب منها تقول له الحقيقه. بتقول له انها مش السيلا الحقيقيه، السيلا الحقيقيه كانت مصابه بمرض في القلب وبعد شهور ماتت. والسكرولايه اللي هي عامله سيلا دلوقتي يعني كانت بتزور سيلا في المستشفى كل يوم لحد لما جالها خبر ان سيلا هتموت بعد كام ساعه. فطلبت من سيلا انها تاخد شكلها وحياتها مقابل ثلاث حاجات، اول حاجه انها تدفنها في البحر، ثاني حاجه انها تكمل حياتها على اساس انها سيلا عشان الناس اللي بيحبوها ما يحزنوش عليها، وثالث حاجه هي ان عمرها ما هتاذي نيك فيوري ابدا. وطبعا سيلا وافقت على الموضوع ده. وبعد لما السكرولايه دي بتقول الكلام ده لنيك فيوري الاثنين بيطلعوا مسدساتهم وبيضربوا بعض بالنار، ولكنهم اساسا مش بيستوعبوا على بعض والرصاص بيجي جنب دماغهم، ونيك فيوري بياخد بعضه ويمشي. انا مش فاهم يعني امال ايه يا مصطى يعني بتضرب علينا نار ليه يعني؟ امال ايه حوار انا مش هاذي نيك فيوري يعني؟ علينا. بنشوف بعد كده والصحاب سكرولايه كده، سكرولايه قمر كده طالعه من الشاور واقفه قدام المرايه. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ لا 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 استنى يا عم، ولا اقول لك مش هذنب عليها احسن تموت هي كمان يعني؟ ما علينا. ولا سكرولز طلعوا ما بيأثرش فيهم السنبله بتاعتي ولا مش عارف، خلينا كده في السيف سايد. المهم يا الصحاب مره واحده بتقلب على شكل رودي. يا ساتر يا رب قول لي، انا اسف يا حاجه لا اله الا الله. المهم اول لما بيطلع من الشاور
الحوار بيلاقي نيك فيوري مستنيه بره بيقول له مساء الخير في تلحيب ولا لف وارجع تاني بقى ابو الصحاب. بيقعدوا بعد كده يشربوا منكر متعتق بقاله 24 سنه يعني المنكر من المقرفه ده يعني منكر وبايظ كمان. المهم ابو الصحاب نيك فيوري بيقول له ان هو عارف ان هو سكرول من 60 في 70 وعايز يعمل معاه صفقه مقابل ان نيك فيوري يسكت وما يقولش لحد. ولكن رودي بيطلع له فيديو اللي بيقتل فيه ماريا هيل واللي زي ما احنا عارفين ان ده جرافيك واخد شكل نيك فيوري وان مش نيك فيوري اللي قتلها اصلا انت واخد بالك يعني. ولكن قدام الحكومه ابو الصحاب ده نيك فيوري هو اللي قتل العميله ماريا هيل حسب الله ونعم الوكيل يعني. فنيك فيوري ساعتها بياخد بعضه زي الكلب وبيقفل بقه وبيمشي. بس ابو الصحاب طبعا عشان فيوري يبقى نيك فيوري واخد بالك انت نيك فيوري بيكون حاطط في المشروب المنكر ده جهاز تتبع بتقنيه النانو تكنولوجي فاهم انت النانو تكنولوجي. المهم ابو الصحاب بيعرف يتعقب بيها رودي وبيروح وراه او السكرولايه اللي عامله نفسها رودي. كان ليه رودي كنت مين ده؟ رودي بعد كده بيقابل رئيس انجلترا وبيحرضه على الحرب مع روسيا. وفي السكه بيقول لجرافيك رئيس انجلترا موجود في انهي عربيه لان في عربيات كتير قوي ماشيه والعربيه بتاعت الرئيس بتنفجر وبيحصل هجوم ارهابي من السكرولز باسم روسيا والمعركه ابو الصحاب بتقلب على كونتر سترايك واللي عايف النووي مرقصه. المهم نيك فيوري بعد كده وتالوس بيوصلوا وبينزلوا ضرب في السكرولز وبيحاولوا ينقذوا رئيس انجلترا. ولكن هنا ابو الصحاب ان احنا بنشوف الواد جرافيك مادي ايده كده شبه جروت وضرب حارس من حراس الرئيس. والاحلى اكتر من كده ان تالوس اتصاب اصابه خطيره هو كمان وهو بيحاول ينقذ الرئيس في كمان ولا كده كفايه. المهم ابو الصحاب نيك فيوري بعد كده بياخد الرئيس معاه في عربيته وبيجي جندي امريكي ياخد تالوس معاه لعربيه نيك فيوري. ولكن الجندي ده بيطلع جرافيك اساسا وبيقتل تالوس قدام عينين السودا ما ثبتش عليه والله العظيم ليش دعوه. المهم ابو الصحاب نيك فيوري بيضربه رصاصه كده بتطير نص وشه حرفيا ولكن نص وشه بيرجع من تاني ولا كان في اي حاجه حصلت. بياخد بعد كده بعضه بيطلع يجري ونيك فيوري بيبقى واقف اللي هو رياكت ايه القلم ده رجاله. ولكنه بيضطر ان هو يمشي عشان يوصل الرئيس للمستشفى وبيسيب تالوس ميت جربان حقير على الارض. جرافيك بيبقى متعصب فشخ لان الرئيس ما ماتش والحرب لسه ما بداتش ده غير ان سيلا من 60 في 70 ما قتلتش نيك فيوري فبيبعت ساعتها جنوده عشان يقتلوا سيلا وبيقول لرودي ان هو يروح المستشفى اللي فيها الرئيس وياكد عليه ان اللي عمله كده السكرولز مش الروس لان جرافيك مش عايز حرب ثالثه تبدا ولا عايز يشوف سكرولز ما لهمش ذنب يموتوا يعني السكرولز المهم ان نيك فيوري يتخصم. عند جرافيك السكرولز بيبداوا يشكوا فيه وان هو شخص شرير مش طيب وبيحاولوا يعملوا انقلاب عليه ويقتلوه ولكن طبعا جرافيك بيفشخهم واحد واحد بسبب ان هو بقى عنده قوه خارقه وده اللي يخوف شعبه منه اكتر واكتر. نيك فيوري بيقابل جايا وبيعزيها في ابوها. جايا بتقول ان جرافيك لقى اتنين من الحمض النووي الابطال الخارقين واخدهم بس هو اخدهم مؤقتا لان هو بيدور على حمض نووي قوي فشخ كده اسمه الحصاد شايف انا ايه التعميم ده يعني. وبتطلب من نيك فيوري انها تدفن ابوها فبيقول لها على مكان الجثه وانها تروح لسيلا تساعدها في دفن تالوس. ثانية واحدة هتروح لسيلا اللي هم رايحين يجمعوا على سيلا عشان يموتوها ده رسد مبين. رودي بعد كده بيوصل للرئيس وبيقول ان سكرولز متحالفين مع الروس وعايشين في مستعمرة اسمها سكرولو اولو والمستعمرة دي موجودة على الأراضي الروسية وأفضل حل إن احنا نضرب المستعمرة باللي فيها ده غير إن الست اللي اسمها سونيا متحالفة مع الروس ولازم نقتلها. جرافيك بيتصل بنيك فيوري عشان يعمل معاه الصفقة إن نيك فيوري يجيب له الحمض النووي اللي اسمه الحصاد مقابل إن هو مش هيقتل السكرولز الأبرياء. ونيك فيوري بيقفل في وشه وبيطلع على طيارة خاصة رايحة على فنلندا بينا نروح في السكه. جايا بتروح لسيلا وبيبداوا دفن جثه تالوس او حرق جثه تالوس ايما اقرب يعني. وبعد كده سيلا وجايا بيقعدوا يحكوا مع بعض حبتين لحد لما بيوصلوا جنود جرافيك عشان يقتلوها وبيضربوا نار على المكان مش لسه بقول لك الكلام ده. المهم بعد شويه ضرب كتير ثقه 2 ثلاثة يعني جايا وسيلا بيعيشوا بيقدروا يهزموا جنود جرافيك بنجاح والحمد لله تولع سيلا. مهم جايا نيك فيوري بيوصل فنلندا وبيقابل سونيا اللي بتقول له انها قالت لرودي على مكان سكرولو الجديده ده غير انها ادته الاذن للهجوم عليها. فنيك فيوري ساعتها بيقول يا بنت الغبيه رودي عشان سكرول اساسا. طب هو ليه سكرول عايز يهاجم مدينه سكرولز ويدمرها؟ ليه ايني ميني ميني يعني. فالثانيه ساعتها بتستغرب بتقول له عمل مين اللي مش سكرول الايام دي يعني؟ والله انا خايف انا ذات نفسي اطلع سكرول. المهم نيك فيوري بيقول لها ان هو لو ما اداش الحمض النووي اللي اسمه الحصاد لجرافيك جرافيك هيخلي رودي يفجر سكروله بالسكرولز الابرياء اللي فيها. ده اصلا جرافيك اصلا مش همه السكرولز الابرياء يعني ونيك فيوري هو اللي همه يعني ده واحد مش همه ابناء شعبه اصلا. عادي يعني. جرافيك هيخلي رودي يفجر سكرولو بالسكرولز الابرياء اللي فيها والبشر كمان اللي موجودين على الاجهزه جواها. ساعتها روسيا هتكون عايزه انها تنتقم وهتبدا الحرب العالميه الثالثه. طب وايه الحصاد ده اصلا يا ابو الصحاب؟ الحصاد ده يبقى كل نقطه دم نزلت من كل فرد في الافنجرز باحداث نيويورك 2012 او في احداث فيلم الافنجرز الاول يعني. فلو جرافيك استحوذ على الحصاد هيستحوذ على كل قوى الافنجرز. طب بالنسبه لدم ايرون مان ايه الدنيا؟ هو كده ما عندوش قوه خارقه اصلا يا معلش دم ايرون مان ما فيهوش اي ام
ايرو عندك ايرون مان، ووك اي ما فيهوش ام اي حاجه، نتاشا حتى عندها شويه حاجات هبلجه، بس يعني ايرون مان ووك اي ما عندهمش اي حاجه. هتعمل ايه دمهم ده؟ هتحطه على هتشوحه وتاكله؟ ما فيش يعني حاجه. المهم نيك فيوري وسونيا بيروحوا القبر ابو نيك فيوري، ونيك فيوري بينفخ التراب من على القبر، فبيبدا ان القبر يرتفع كده، وبنشوف عينه الحصاد. طب انتوا شايلينها ليه اصلا؟ يعني انتوا ليه جامعين اصلا؟ يعني انتوا بتجيبوا كده نفسكم؟ قعدتوا تلبوا الدم بتاع نقطه نقطه، وعرفتوا تفرقوا الدم من ده من ده من ده؟ انتوا قبطه يا جدعان. انت ما انتوا بتجيبوا كده قصوا نفسكم اصلا؟ ما انتوا ما كنتوش عملتوا كده، كانت في حاجه بسمعها حصل اصلا. ايه بقى بالصحاب؟ نيك فيوري بعد كده بياخد عينه الحصاد دي، وبيلبس الجاكيت بتاعه وعصبه العين بتاعته، وبيتصل بشخص معين بيقول له لقد جاء الوقت، خلينا خلاص الموضوع ده. وبكده بالصحاب نقدر نقول ان عمنا نيك فيوري رجع من جديد. بس للاسف بالصحاب الملخص بتاعنا خلص لحد هنا، ولحد يوم الخميس الجاي. فانا احب اقول لك ان توته توته خلص لحدوته. يوم الخميس الجاي هتلاقي نزلت لك المسلسل كله في فيديو واحد، بتفرج عليه بقى من اوله لاخره عشان تعرف تربط الاحداث براحتك. وبس كده عامل حاجة توتا توتا خلص الحدوتة للمرة. ايه وبالمناسبة ما تنساش تبقى تروح تعمل سبسكرايب للقناة الاحتياطية، فاهم انت والكلام ده كله، عشان تركب كده عميان منك حلو سعيدك. الحدوتة بتكمل من بعد كل الاحداث دي كلها، بعد لما جرافيك هدد نيك فيوري ان هو هيدمر مدينة سكرولو وهيقتل السكرولز الابرياء فيها، ده غير البشر برضو اللي محبوسين فيها، وده هيحصل لو هو ما ادهوش الحمض النووي اللي اسمه الحصاد. المهم بالصحاب الحصاد ده يبقى مكون من كل نقطة دم نزلت من افنجرز في معركة نيويورك او في الفيلم بتاع افنجرز الاول. بس الواضح كده ان نيك فيوري مش ناوي على خير لجرافيك، وعايز يقلبها مدعكة بالصحاب. سيلا بتبقى في بيتها وبتلم جثة السكرولز اللي هجموا عليها الجزء اللي فات، وبتسعى عليها نيك فيوري، وبيقعد يتمحن عليها كده ويقول لها ان هو في مكان بعيد حبتين واحتمال ما يرجعش قريب، بس احنا عارفين بالصحاب ان هو في فنلندا مع سونيا، ودي معلومه حصريه كده مني. الرئيس الانجليزي تم الهجوم عليه الجزء اللي فات بيكون في المستشفى، وبتيجي مرسوله من روسيا بتقول ان الرئيس الروسي بينفي بشده اي هجوم حصل، بس طبعا السكرول رودي بيقعد يقلس عليها كده ويتوه في الموضوع عشان عايزها خرابه بالصحاب، وقاعد عمال يلعب في دماغ الرئيس بقى بص اجمعوا عليك مش عارف ايه وحرب على بقى تاني طبقه بالصحاب. نيك فيوري بيروح مدينه سكرول عشان يقابل جرافيك، وبيقتل الحراس وبيخش بكل سهوله ويسره، بيلاقي بعد كده السكرولز اللي جوه كلهم ميتين بطرق وحشيه جدا، والسبب في ده كان جرافيك عشان هم عرضوه فطلعين ابوه. وما تنساش بقى بالصحاب ان مدينه سكرول في منطقه اشعاعيه عشان السكرولز مش بيتاثروا بالاشعاع، ولكن نيك فيوري بشري وبيتاثر عادي، فبقى عمال يكح بقى طول ما هو ماشي، وشويه اساسا ممكن يموت من كتر الاشعاع ده، بس برغم كده بيكمل طريقه في سكرول. وقوله سنة تتصل بروديو بتقول له الحق الحق ده فيوري جاي للريس، ولو شافك هيهنيه لك انت والريس. فانقل الريس بسرعه واتكل على الله. فعلا رودي بيقلق ويبدا ان هو ينقل الريس، بس دي بتبقى خطه من سونيا اصلا، لان فيوري لسه في فنلندا تحديدا في مدينه سكرولو، فايه اللي هيوديه روسيا دلوقتي؟ المهم بالصحاب نيك فيوري بعد كده بيوصل للغرفه اللي فيها الاله اللي بتغير الجينات، وبيقابل جافك فيها. نيك فيوري بيبقى تعبان فشخ من الاشعه ده، غير ان هو الدواء اللي بياخده عشان الاشعه ده خلاص بيكون خلص، فجافك ساعتها بيقول له ايه يعني ايه الهبل ده، جدي جاي يحاربني ده ولا ايه؟ اقعد يا عم الحاج خد لك شويه عصير تفاح كده رطبه على قلبك بدل ما انت بتموت خالص كده. جرافيك بعد كده بيقعد يحكي له عن الوش اللي واخده، ان هو وش اول بشري قتلوه بسبب توجيهات نيك فيوري، والشخص ده كان عنده اطفال وزوجه بس هو قتله عشان يبهر نيك فيوري واللي كان بيعتبره بطله في الوقت ده، واللي وعده بكوكب لشعبه كامل، فقتل البشري ده وقتل بشر كتير تانيين، ومع كل واحد كان بيقتله كان بيقتل جزء منه، وكل ده كان عشان نيك فيوري. بس بالاخر نيك فيوري بيخزله ومفيش كوكب ولا اي حاجه، واستغل السكرولز او سخ استغلال. بيكمل جرافيك كلامه بيقول له انا اول حاجه هقتلك، بعد كده هشيلنا حرب على البشريه يا جماعه، ومش هنجي منها بشري واحد، هقتل كل البشر، بعد كده شعبي هيبتدي ان هو يعيش بسلام للابد. عند سونيا في اثناء نقل الرئيس بتهجم على الحراس وبتقتلهم واحد واحد، وبتثبت ساعتها السكرول رودي وبتوديه لحد الرئيس، والرئيس بيرفع السلاح عليها وكمان حراس الرئيس بيرفعوه، الحراس السلاح يعني. المهم الوضع بيتكهرب خالص. نسيب بقى احنا الوضع بيتكهرب ده، نرجع تاني نيك فيوري وهو بيرد على جرافيك بانه خزله فعلا، بس ده ما كانش بايده. نيك فيوري سافر سنين عشان يلاقي كوكب للسكرولز، بس هو ما لقاش ولا كوكب صالح للحياه ليهم، وما كانش في حل غير ان هو يعمل لهم موطن صغنون كده على قدهم في كوكب الارض، بس مستحيل يا ابني انك تقنع 8 مليار واحد بالكلام ده اصلا. فنيك فيوري اخد الطريق الاسهل وكنسل المليار سكرول دول ولو جاز وسخ، بما ان هو خزل شعب جرافيك وفشخهم فكتكفيرا لذنبه يعني على اللي هو عمله ده، بيدي ذا هارفست او الحصاد ده لجرافيك مقابل ان جرافيك ياخد بعضه بقوه الخارقه بالسكرولز بتوعه ويروح يشوف له كلب، قصدي يروح يشوف له كوكب تاني، يعني كوكب تاني فاضي يركبه.
كوكب. المهم ان هو يشوف له كوكب تاني يعيش فيه هو شعبه يعني، وحتى يعني لو في ناس تانية موجودة في الكوكب ده ما بيدهم مطلع ميتينهم وبعد عن كوكب الارض خالص. فجرافيك ساعتها بياخد هارفست وبيحطه في الآلة وبيشغلها عليه هو وفيوري، وبعد التجربة جرافيك بيطلع له عضلات كده بيبقى ضخم قوي فشخ يعني، وبينزل تهزيق في نيك فيوري وحرفيا بيفشخ امه. بعد كده بيزنقه في الحيطة، ومرة واحدة بالصحاب نيك فيوري بيمسك ايد جرافيك وبيده التانية بيحولها لدراع هانك وبيديله حتة بوكس بيطير امه حرفيا. طب ازاي اصلا نيك فيوري كسر القوة بتاعت ذا هارفست؟ انت تقول لي طب ما الآلة اشتغلت عليهم هما الاثنين. اقول لك لا يا معلم، الكلام ده مش بيحصل. ايه الآلة المفروض انها مش بتشتغل غير على السكرولز بس؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ ايه ده، هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ ما هو ما طلعش نيك فيوري اصلا بالصحاب، دي جايا، دي العيش يا ابني، دي جايا لابسه شكل نيك فيوري. فالآلة لما اشتغلت اكتسبت كمان قوة خارقة بتاعت ذا هارفست مع جرافيك. طب فين نيك فيوري بقى الحقيقة بالصحاب يعني؟ نيك فيوري حقيقي يخش الأوضة اللي سوديا مثبتت السكرول رودي فيها وبيقتل حراس الرئيس. الرئيس بيوجه المسدس ناحية نيك فيوري. نيك فيوري بيحاول يشرح للرئيس ليه لو هو ضرب الصاروخ النووي اللي رايح روسيا ده هيفشخ العالم كله. بص هنا حاسس ان دعبتك معاه شويه، بس نسيب الوضع المتكهرب ده تاني ونرجع بقى بالصحاب لجايا وجرافيك. جايا بقى بالصحاب بتكون شايله معبياله عشان هو قتل ابوها وامها، وبتستعد له بينزلوا الضحك في بعضيهم. بما ان الاثنين معهم كل قوى الافنجرز فحرفيا المعركه بتطول فشخ يعني، بما فيها بقى حبشتكنات كتير انا مش فاضي اقولها لك. بس بالمختصر المفيد كده يعني جرافيك استخدم قوه هالك وقوه ابو نيماو يعني، فاهم انت؟ وانت لو مش فاكر انا بالصحاب بالكلام ده كله فتفرج على فيلم افنجرز انفينيتي وور مع ثانوس. الشخص بقى اللي نزل على الارض اللي هو ابني ماو ده اللي كان بيبعد حاجه عن بعد وحاول ياخد حاجه الزمن من دكتور سترينج والكلام ده. المهم الجرافيك ابو الصحاب استخدم قوه خلت درعه صخر، ومش عارف صراحه قوه مين دي، بس ممكن الله اعلم يكون ده تلميح لذا ثينج بتاع فانتاستيك فور، الله اعلم. المهم ان هو استخدم برده قوه كابتن مارفل، وجايا استخدمت برده قوه دراع دراكس وقوه البنت اللي كانت في الثاني جزء من انت مان دي، انا مش فاكر اسمها، اللي هي كانت بتظهر وتختفي وتظهر دي ماشي. وقوه كده ابو الصحاب خلت دراعها تلج، مش عارف انا صراحه مش عارف مين عنده قدره التجميد دي يعني، بس ما علينا. المهم ممكن ده يكون تلميح لشخصيه مش فاكرها يعني. المهم كمان الصحاب استخدمت قوه كابتن مارفل بردك، وليلا بقى والاثنين قعدوا يضربوا في بعض في السماء بقوه كابتن مارفل، وجرافيك بيحاول ان هو يخنقها بدراعات ثانوس، بس جوا بتركبه قطر 6 لدلته بتستخدم قوه مانتس وبتنيمه لفتره صغيره. انا مش عارف بجد هم حصل كل القوه دي، دول كده المفروض اقوى اثنين يعني، انت عندك قوه ناس احنا عارفينها وناس ما نعرفهاش، فايه يا اسطى يعني. المهم الصحاب هي بتنيمه لفتره صغيره وبتنزل على الارض مع جرافيك وبتستخدم قوه كابتن مارفل وبتخرمه حرفيا. بعد كده جرافيك بيموت وجايا المزه بتاعتنا بتكسب. عند نيك فيوري بيحاول يقنع الرئيس بان هو يلغي الهجوم وبيبدا يقتنع، بس السكرول رودي بيحاول ياخد المسدس من سونيا ويقتلها، ولكن نيك فيوري بيديله الطلقه في دماغ امه وبينزله ميت وجثته بتتحول لسكرول. ساعتها الرئيس بيصدق نيك فيوري وبيلغي الهجوم والحمد لله. عند جايا بقى بالصحاب حبيبه القلب دي ماشي بتروح للبشر المحبوسين وبتحررهم، واللي بيكون من ضمنهم العميل روس ورودي. فمن كده عميل روس اللي كان في الاول ورودي بقى هو طلع مستخبي هنا. نيك فيوري بيرجع للبيت وبيقابل مراته سيلا وبيعتذر لها عن غيابه الفترة اللي فاتت دي كلها، بعد كده بيودعها وبيتكل على الله تاني عادي جدا. جايا المزه بتاعتنا بتكون ماشيه وبتلاقي سونيا في وشها وبتعرفها بنفسها وتقول لها انها صديقه نيك فيوري وان شعب السكرولز ومحتاجين قائد، فلو ممكن يعني تفهم بقى يا سونيا يعني. هم معنا صح يعني، هي جايا وسونيا عايزين ان هم يخلوا كوكب الارض امن للبشر والسكرولز مع بعض. نيك فيوري بيتصل بالرئيس ويقول له يخرب بيت امك ايه اللي انت عملته ده يا اسطى؟ لو ما تعرفش فالرئيس طلع في التلفزيون وقال ان السكرولز هم السبب في كل ده وان هو هيقتل كل سكرول من اول السكرولايه الكبير لحد السكرولايه الصغيره، هيقتلهم كلهم سكرولايه سكرولايه، وده اللي خلى الجنود اساسا ماشيين يقتلوا في الناس في الشارع ومنهم سكرولز ابرياء بيموتوا ومنهم بشر اصلا. فده انت مش فاهم انت بتقتل مين اصلا؟ ما هم السكرولز شكلهم بيبقى ممكن شبه البشر، فانت ماشي بتقتل في بشر وبتقتل في سكرولز. فنيك فيوري ساعتها بيقول للرئيس الغي ام الحرب دي مش ناقصه امك علبسها، ولكن الرئيس بيقول له ان هو هيكمل تتبيح في السكرولز ولو مش عاجبك طلعهم من كوكب الارض خالص. انا عايز اروح اقتل الرئيس من الوقت ده. نيك فيوري بعد كده بالصحاب بياخد بعضه هو وسيلا وبيطلعوا على مركبه فضائيه عشان يلاقوا كوكب تاني للسكرولز ولف بينا دنيا بقى بالصحاب. وبكده المسلسل خلص. المسلسل لذيذ مش خاره يعني زي اغلب اعمال مارفل الفتره اللي فاتت، وقدم لنا بطله خارقه مزه جامده قوية فشخ يعني ماشي، ممكن مارفل اساسا تستخدمها في المستقبل كتير قوي، بس زي ما قلت لك هو في الاول وفي الاخر مسلسل اخره شويه فشار، فممكن فاهم ايه يعني مش حد له تقييم، انا ما بحبش ادي تقييمات، بس لو حد تقييم فدي تقييم 2 من 10 وده مش تقييم سيء على فكره، ده تقييم كويس جدا بالنسبه للمنتج زياد يعني. ما علينا بالصحاب، طالما وصلت ل 30 نقطه فاحب اقول لك ان توته توته خلصت الحدوته. الحمد لله جاي ما ماتتش، الحمد لله الحلقه دي جاي جملت معانا، الحمد لله عندها قوه خارقه ماشي ما تخليش عيني تاثر فيها ان شاء الله. ديكرت
نتاشا ضعيفه حبتين. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وتعمل فولو زياد محمد عشان هو اللي منش الفيديو ده، وتخش على الديسكربشن تحت وهتلاقي قناه حدوته جيمنج فتعمل لها سبسكرايب، وهتلاقي القناه بتاعتي اللي هي حسن فات فتعمل لها برضه سبسكرايب، وهتلاقي قناه حدوته كان فبرضه تعمل لها سبسكرايب. وانت ماشي كده هتلاقي لينك خش منه على قهوه حدوته، اشرب لك حاجه واستناني جوه، وبرضه اعمل سبسكرايب وانت قاعد. وبس كده جدع، سلام عليكم.